يعطيك العافية يا طلاب الأعزاء. إحنا اليوم رح نتحدث عن درس من دروس التاريخ في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، ورح نتحدث عن ما يسمى وتعرف القضية الفلسطينية وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. بهذا الدرس فينا عدة مواضيع هامة اللي مليئة بالأحداث، وبنقدر إحنا نوقف أو نتعلمها ونوقف عليها حدث حدث. لكن خلينا نبدأ بإيش هي المواضيع رح نتعلمها المرة اللي بتحكي عن ظروف إعلان الانتداب البريطاني على فلسطين، وصك الانتداب البريطاني لعام 1921، ومن بعد المواجهات التي حدثت بين العرب واليهود في فلسطين بعد هذه الأحداث. رح نحكي في سنوات الثلاثينات عن ثورة القسام لعام 1936 وتوصيات لجنة بيل. في سنوات الأربعين رح نحكي عن قرار التقسيم الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، قرار رقم 181 لعام 1947. عندما نتحدث عن بداية القضية الفلسطينية، في هناك أهمية تاريخية لبداية موضوعنا، اللي هي وقوع فلسطين تحت الحكم العثماني وبلاد الشام لمدة 400 عام، وتعتبر بلاد الشام اللي هي كانت تضم الهلال الخصيب، سوريا، لبنان، فلسطين وجزء من الأردن، هي هاي المنطقة اللي بنحكي عنها بلاد الشام. لكن الظروف اللي خلت بريطانيا تعلن الانتداب على فلسطين، بنلاقي هناك في عنا جدا نقاط مهمة نتحدث عنها. خلال الحرب العالمية الأولى اللي كانت ما بين عام 1914 وعام 1918، قام الجنرال ألمبي باحتلال مدينة القدس عام 1917، وهيك تم فصل فلسطين إداريا عن ولاية الشام. أو في هاي الفترة كانت تعرف أنه فلسطين هي جنوب الشام أو جنوب بلاد الشام، بالحديث أنه لا حدود وكان مناطق جغرافية متواصلة مع بعض. لكن باحتلال ألمبي لمدينة القدس عام 1917 هيك بيكون فصل فلسطين عن بلاد الشام، يعني عن سوريا. النقطة المهمة الثانية، احنا بنحكي عن مطالب الشريف حسين ومن بعده ابنه الأمير فيصل. نعم، ممكن تعلمنا شوي قبل فترة عن الشريف حسين وثورة الثورة العربية الكبرى لعام 1916 اللي خرجت من بلاد الحجاز من مكة والمدينة المنورة باتجاه بلاد الشام، وكان الاتفاق بين الشريف حسين وبريطانيا على خروجه في ثورة ضد العثمانيين مقابل اعتراف بريطانيا بإنشاء دولة عربية أو مملكة عربية تضم بلاد الحجاز وبلاد الشام تحت أمرة الشريف حسين. لكن بالفعل الشريف حسين خرج بالثورة العربية الكبرى وغدر يصل بلاد الشام، لكن من ناحية أخرى كانت بريطانيا عاملة اتفاقيات ثانية مثل اتفاقية ساكس بيكو مع فرنسا أو مع آل سعود في بلاد الحجاز، وبالتالي تنكرت لمطالب الشريف حسين ومن بعده الأمير فيصل بضم بلاد الشام وبلاد الحجاز تحت أمرته بما فيها فلسطين. النقطة الثالثة والمهمة، بعد الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالمية الأولى صار في عنا خلافات بين فرنسا وبريطانيا على تقسيم الشرق الأوسط. نرجع إحنا هنا لما تسمى أو تعرف باتفاقية سايكس بيكو بعد ضعف الدولة العثمانية ووصولهم لقناعة إنه الدولة العثمانية زائلة لا محال ويجب السيطرة عليها والسيطرة على المناطق اللي تابعة إلها بما فيها تحديدا منطقة الشرق الأوسط. واتفاق سايكس بيكو زي ما أنتم شايفين في الخارطة قسم النفوذ الفرنسي والبريطاني في منطقة الشرق الأوسط، بحيث أن فرنسا تحصل على سوريا ولبنان وشمال العراق، أما بريطانيا
تحصل على وسط العراق، شرقي الأردن، فلسطين، وطبيعة الحال امتداد لها مصر. بس من ناحية أخرى ننساش أنه كانت بريطانيا واعدة الأمير فيصل والشريف حسين بإبقاء حكمهم في سوريا. لهيك وقعت معركة ميسلون بين فرنسا والأمير فيصل، وهيك غدرت تسيطر فرنسا على سوريا، وما يسمى بداية الاحتلال الفرنسي لسوريا ومن ثم الانتداب. وضع جاء بعد مؤتمر سان ريمو اللي انعقد في إيطاليا، وتم الاتفاق بين الطرفين، فرنسا من جهة وبريطانيا من جهة، على تحقيق وتنفيذ ما جاء فيه اتفاقية سايكس بيكو سابقا. بعدها رح نحكي عن صك الانتداب البريطاني بالذات على فلسطين. احنا خرجنا من مؤتمر سان ريمو، واضح القرارات بسيطرة فرنسا وسيطرة بريطانيا على منطقة الشرق الأوسط بناء على ما تقرر سابقا في اتفاقية سايكس بيكو، وفرض الانتداب الفرنسي وفرض الانتداب البريطاني. لكن بريطانيا أيضا كانت معطي وعد بلفور للحركة الصهيونية وتريد تطبيقه في فلسطين. صك الانتداب البريطاني لعام 1921 ومرسوم ملكي بريطاني بفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. يعني بريطانيا هي المسؤولة عن البلاد سياسيا وإداريا واقتصاديا. من بنود صدق الانتداب هناك فقرة مهمة، والاعتراف بصلة الشعب اليهودي وعلاقته التاريخية في فلسطين تنفيذا لقرار وعد بلفور. يعني بنشوف انه عمدت بريطانيا على ادخال وعد بلفور ضمن صك الانتداب حتى تقدر تحقق. يعني بطل عنا وعد انما اصبح قرار. من بنود صك الانتداب ايضا الاعتراف بالوكالة اليهودية والتعاون معها في ادارة البلاد. لهيك تم تعيين هربرت سامويل المندوب السامي او اول مندوب سامي بريطاني على فلسطين، والمعروف انه هربرت سامويل هو ايضا من اصل يهودي. ومهم ايضا نذكر من احدى البنود انه تسعى حكومة بريطانيا لتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين. فبنشوف ما معنى صك الانتداب وما معنى انتداب والفارق مع بنود صك الانتداب التي تسمح بهجرة اليهود وتحقيق وعد بلفور وتسمح بالتعاون مع الوكالة اليهودية. إذا نيجي نناقش موقف العرب من صك الانتداب، فطبيعي يكون في هناك معارضة لقرار صك الانتداب من قبل العرب، وشافوا أنه صك الانتداب لا ينصفهم، بل هو كان بداية الصراع بين العرب واليهود في فلسطين. هيك فتحوا الأمر للمواجهات بين الطرفين وبين الصراع، وذلك يعود إلى هذه البنود التي أتت في صك الانتداب. وإذا بدنا نحدد أسباب ليش العرب اتخذوا هذا الموقف من بريطانيا ومن صك الانتداب، ممكن نلخصهم بالنقاط التالية. إنه صك الانتداب يأتي لتنفيذ وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. النقطة الثانية إنه العرب كان يشكلوا 92% من السكان في فلسطين، ولم يتم استعمال العرب أو الشعب العربي الفلسطيني، بل استعملت كلمات مثل الطوائف الغير يهودية. وضع اعتراف غير محق بحق الشعب العربي الفلسطيني، أو تجاهل للحقوق القومية للعرب في فلسطين وإبقائهم حقوقهم كحقوق مدنية أو دينية. إذن سايكس بيكو، اتفاق سان ريمو، ومن بعد صك الانتداب، هي كانت عمليا مسيرة
من بريطانيا لفتح المواجهات بين العرب واليهود. هذا اللي احنا صارحين نحكي عنه، عن هاي المواجهات التي حدثت في فلسطين بين العرب واليهود في ظل الحكم البريطاني أو الانتداب البريطاني على فلسطين. وتبدأ الأحداث من أيار عام 1921 بعد قرارات مؤتمر سان ريمو وقرارات سك الانتداب. بدأ عنا هذا الصراع والانتظار إلى حين بداية المواجهة، والمواجهات كانت الأولى تحتدم أو بداية الاحتدام في عام 1921 في احتفالات ما تسمى أو تعرف باحتفالات النبي موسى. موقع هذا المقام بين أريحة والقدس، وعادة كانوا يتجمعون الوفود في القدس وتخرج إلى إحياء النبي موسى. تحولت هذه المظاهرة في القدس إلى تظاهرة فلسطينية، مما أدى إلى تدخل القوات البريطانية، ووقعت مواجهات بين العرب واليهود والقوات البريطانية أدت إلى مقتل البعض وجرح العديد من الأشخاص. الحدث الثاني المهم نحكي عن أحداث يافا لعام 1921. وفي أحداث يافا حصلت صدامات بين العرب واليهود في الأول من أيار لعام 1921 في عيد العمال في مدينة يافا، وهذا الصدام أدى إلى مقتل العديد من اليهود والعرب، وأدى إلى قيام بريطانيا بتعيين لجنة عرفت باسم لجنة هايكرافت لتقصي الحقائق لماذا حصلت المواجهات بين العرب واليهود، وخلصت بالنتيجة أن العرب يشعرون بالإحباط من قرارات صك الانتداب ومن قيامهم بتنفيذ وعد بلفور، وبالإضافة إلى ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وعوامل اقتصادية أخرى جعلت الأمور تحتدم بين العرب واليهود. أما بريطانيا على أثر ازدياد حالات المواجهات والصدامات بين العرب واليهود، قام وزير المستعمرات البريطاني في تلك الفترة بزيارة إلى فلسطين واجتمع مع الأمير عبد الله. نوه الأمير عبد الله هو ابن الشريف الحسين، واجتمعوا أيضا مع وفد عربي برئاسة موسى قاظم الحسيني، ومن بعدها أصدرت بريطانيا بما يعرف الكتاب الأبيض لعام 1922. الكتاب الأبيض نيجي نلخص بعض النقاط المهمة اللي أتت في الكتاب الأبيض. حط أو وضع أمامه أنه حق الشعب اليهودي بالاستيطان في فلسطين، التأكيد على تصريح وعد بلفور، فصل شرق الأردن عن حدود الوطن القومي اليهودي، يعني فصل الأردن عن فلسطين إدارياً وسياسياً، وتشكيل مجلس تشريعي أي حكومة تضم مسلمين ومسيحيين ويهود وآخرين يتم تعيينهم في السلطة التنفيذية. هاي أهم النقاط التي أتت في ما يسمى الكتاب الأبيض البريطاني لعام 1922. الأحداث استمرت في التسخين إلى عام 1929 أو بما يعرف بثورة البراق. أحداث البراق، البراق هو الحائط الغربي للمسجد الأقصى، والرواية الدينية تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط دابته في هذا الحائط، لهيك سمي بحائط البراق. أحداث حصلت في عام 1929 في القدس عندما قام بعض اليهود بوضع الطاولات والكراسي في ساحة حائط البراق وأقاموا الطقوس الدينية. بالوقت نفسه كان هناك ذكرى المولد النبوي الشريف، فقاموا المسلمين بإعداد مسيرة إلى حائط البراق، وتم إزالة المظاهر اليهودية من هذه المنطقة، مما أدى إلى مصادمات بين العرب واليهود.
وطبيعة الحال تدخلت القوات البريطانية في هذه المصادمات، مما أدى في النهاية إلى جرح العشرات والمئات ومقتل العديد من الطرفين، عرفت باسم ثورة البراق. لكن من هون بنشوف إنه هذه الثورة امتدت إلى مدن أخرى في فلسطين، للخليل، صفد، يافا وبعض المناطق. بس منلخص إحنا بحادثة مهمة لليوم تذكر، هي اعتقال بعض العرب وسجنهم في سجن عكا، ومن ثم إخراجهم إلى الإعدام. وأهمهم عطزير، فؤاد حجازي، ومحمد جبشوم. ممكن الزائر إلى مقبرة عكا يقدر يشوف هذه الشواهد. فانتشار الأحداث إلى باقي المدن كان له دلالة واضحة على عمق الفجوات بين العرب واليهود في تلك الفترة، وشعور العرب بأن بريطانيا تقوم بحماية اليهود وتسعى إلى تحقيق وعد بلفور والسماح بالاستيطان وهجرة اليهود إلى فلسطين. كل هذه الأسباب أدت إلى تفاقم وحدة العلاقات بين العرب واليهود، ووصولنا إلى عدة صدمات في سنوات العشرينات. لخصهن كمان مرة أو بعض النقاط المهمة، اللي هي أحداث النبي موسى في القدس عام 1920، ومن بعدها أحداث مدينة يافا عام 1921، وحادثة البراق أو ثورة البراق عام 1929 في القدس. هي الأحداث المهمة اللي حصلت فيها في سنوات العشرينات، وذكرتكم بإعدام الثلاث أشخاص، عطزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي في سجن عكا. لو جينا نلخص هذه المادة أو هذه الفقرة من المادة بأسئلة البيجرود، ما بنشوف إنه في عنا مثال على فلسطين في عهد الانتداب البريطاني. ألف، بطلب منك طالب إنك تذكر ثلاثة من بنود صك الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1921، وما هو أو ماذا كان موقف العرب من صك الانتداب؟ وضح متطرقا إلى ثلاثة أسباب لاتخاذهم هذا الموقف. في سؤال آخر اللي هو فلسطين في عهد الانتداب البريطاني، تتبع الأحداث بين اليهود والعرب في أيار عام 1921، والمقصد هنا في أحداث يافا، واشرح رد فعل بريطانيا على هذه الأحداث. رد الفعل اللي هو ما يعرف باسم الكتاب الأبيض، وقيام لجنة هايك كرافت لتقصي الحقائق، ومن بعدها توصيات الكتاب الأبيض لعام 1922. احنا هيك ننهي الفقرة الأولى من التعليم حول القضية الفلسطينية وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين، ونطلع على فاصل إعلامي. يعطيكم ألف عافية.
رفعافي، رح نكمل القسم الثاني من درسنا اللي بتحدث عن القضية الفلسطينية وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. أعود أذكركم، إحنا بالقسم الأول حكينا أن هناك نقاط هامة وإذا تركزناها على سنوات العشرينات والاتفاقيات اللي كانت، ابتداء من اتفاقية سايكس بيكو، سان ريمو، وبنود صك الانتداب اللي سهلت الهجرة والاستيطان في فلسطين بمساعدة من بريطانيا. لا ننسى أنه بسنوات العشرينات كان هناك كمان أحداث هامة ذكرناها، منها أحداث النبي موسى وأحداث يافا وثورة البراق عام 1929. فمنشوف أنه هذه الأحداث كان مصدرها شعور العرب بالإحباط وقيام بريطانيا بمساعدة اليهود تنفيذاً لوعد بلفور، مما نشر الإحباط عند العرب، وأن هذه الإمكانيات قادمة لتحفيز المواجهات بين العرب واليهود وبمساعدة من بريطانيا. راح نكمل إحنا درسنا على النقاط الأخرى المهمة اللي هي حدثت في سنوات الثلاثينات من القرن الماضي وفي سنوات الأربعينات، تتلخص ببداية بثورة القسام عام 1936 وتوصيات لجنة بيل اللي أجت بهاي الفترة لعام 1937 أو عرفت باسم الثورة الفلسطينية الكبرى. أحداثها بدأت بشخصية اللي هي تعرف باسم شخصية الشيخ عز الدين القسام، وهو في الأصل من سوريا من منطقة اللاذقية، هرب من مطاردة الجيش الفرنسي له في سوريا ووصل إلى مدينة حيفا وأصبح إماماً لمسجد الاستقلال في حيفا. الشيخ عز الدين القسام واستطاع أن يشكل بقواه الشخصية مجموعة من المؤتمنين له ورفاقه، وكان عنده قناعات أنه بريطانيا والحركة الصهيونية هدفها السيطرة على فلسطين وتنفيذاً لوعد بلفور، وأنه يجب محاربة الانتداب البريطاني بقوة السلاح. وهذا الفكرة اللي بدأ الشيخ عز الدين القسام يشتغل عليها، وحتى أعلن خروجه من جامع الاستقلال بإعلان الثورة على الحكم البريطاني في فلسطين مع نهاية عام 1935. الشيخ عز الدين القسام مع رفاقه خرجوا في ثورة عرفت هذه المجموعة باسم عصبة القسام، وضمت بعض المتطوعين والفلاحين من القرى اللي انضموا إلى هذه الثورة، لكن هناك مجموعة أساسية اللي تشكلت منها هذه العصبة، فقدروا يصلوا إلى منطقة أحراش يعبد في منطقة جنين، وهناك طاردتهم القوات البريطانية وحاصرت في هذه الأحراش، وكانت النتيجة استشهاد الشيخ عز الدين القسام وبعض من رفاقه، وعلى أثر استشهاده ودفنه في مقبرة في حيفا أعلن الإضراب الكبير من عام 1936 إلى عام 1939، واشتدت الثورة في باقي المدن الفلسطينية. هذا الحدث كان جدا مهم بالنسبة للقضية الفلسطينية والعلاقة بين العرب والانتداب البريطاني. ومن بينهم احنا بنذكر في شخصيات مهمة مثل الشيخ فرحان السعدي والشيخ نمر حسين السعدي. بوضح قدامكم انا صورة تاريخية مهمة قلما تداولها في أرشفة التاريخ، وهي لحظة خروج الشيخ فرحان السعدي من المحكمة المركزية في حيفا باتجاه سجن عكا ليتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في سجن عكا. منوه أنه كان مسن، يعني يقدر في سنوات الثمانينات من عمره، وأعدم وهو صائم. فهي صورة نادرة. إذا نيجي
نلخص أسباب إعلان ثورة عام 1936 أو ما تعرف الثورة الفلسطينية الكبرى. نشوف هناك نقاط مركزية كان محور للنقاش والأحداث في تلك الفترة. أهمها الهجرة اليهودية، يعني ازدياد عدد الهجرات أو المهاجرين اليهود إلى فلسطين بصورة شرعية وغير شرعية. من المعروف بهذه الفترة كان في عنا على الأقل هجرتين، الأولى والثانية وبداية الثالثة. النقطة الثانية اللي هي بيع الأراضي، كان في عنا عدة أحداث ظاهرة، يعني نقل ملكية وبيع الأراضي من العرب إلى اليهود إلى الوكالة اليهودية، خاصة من في منطقة مرج ابن عامر ووادي الحوارث اللي كانوا في ملكية عائلة إقطاعية لبنانية اللي هي عائلة سرسوكو. النقطة الثالثة والمهمة أو السبب الثالث، واكتشاف كمية من الأسلحة في ميناء حيفا مخصصة للمجموعات اليهودية في تلك الفترة، كانت تحت بضاعة اسم بضاعة أخرى، لكن وقع البرميل بالصدفة وكشف أنه هي بضاعة تضم سلاح. النقطة الرابعة، ما تعرف العمل العبري، بهذه الفترة تم طرد العديد من العمال العرب في أماكن شغلهم واستبدالهم بعمال يهود. هاي كلها الأسباب اللي تجمعت في تلك الفترة وأدت إلى احتدام الأمور وصولا إلى إعلان الثورة. الثورة هاي استمرت من 1936 إلى عام 1939. بنشوف أنه هناك في مراحل عرفت بمراحل ضعف الثورة، ما أخذت الطابع أنه ثورة شاملة، لكن في هناك عوامل اللي أدت إلى ضعفها، كون واجهت أسباب اللي هي مثل انعدام القيادة السياسية للثورة، وقسم منهن اعتقل، قسم منهن هرب، وبقيت الثورة بدون مرشد أو بدون إرشادات اللي يقدروا سياسيين اللي يقدروا يحركوا الأمور. النقطة الثالثة، وقف المساعدات العسكرية القادمة من سوريا إلى فلسطين. قدرت القوات البريطانية إنه يقدروا يقطعوا الطرق من سوريا أو لبنان أو بعض المناطق لمنع وصول الأسلحة إلى الثوار داخل فلسطين. والنقطة الثالثة المهمة، إنه قدرت بريطانيا إنه تخمد أو تقمع الثورات بفضل الأسلحة الحديثة اللي كانت معها، وحاربت هيك الثورة وأخمدتها بسنوات الثلاثينات. لكن في سنوات الثلاثينات اضطرت بريطانيا إلى إرسال لجنة عرفت باسم لجنة بيل، ووصلت اللجنة إلى فلسطين لتقصي الحقائق ومعرفة أسباب الثورة، واجتمعت مع العرب واجتمعت مع اليهود، وهي لجنة ملكية أجت حتى تحقق في الأحداث حتى تقدر تصل لنتائج وتوصيات توصي بها. هيك قدرت لجنة بيل تسمع من جميع الأطراف والوصول إلى ما يعرف بتوصيات لجنة بيل. هاي التوصيات قدمت إلى الأمم المتحدة بناء على ما يسمى قرار تقسيم فلسطين لعام 1937. توصيات لجنة بيل تتلخص ب أولا انتهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين، يعني نشوء دولة عربية ودولة يهودية في هذه البلاد. النقطة الثانية، أوصت لجنة بيل بإجراء تبادل سكاني بين الدولتين لحتى تكون في عنا دولتين ما تضم عرب ويهود، فاقترحوا تبديل السكاني، اللي عرب ساكنين في الدولة اليهودية ينتقلوا للدولة العربية وبالعكس. ثلاثة، أوصت لجنة بيل بإقرار معاهدة بين الدولتين لضمان السلام والأمن بين الطرفين، أوصت بتوقيع معاهدة ضمان بين الطرفين. والنقطة الرابعة، أنه تعهدت بريطانيا بتقديم
دعم مالي للدولة العربية حتى تقدر تستمر وتنهض ويكون في لها اقتصاد مستقل. الخارطة التوضيحية اللي احنا محطوطة قدامكم هي بتوضح حدود الدولة العربية وحدود الدولة اليهودية. هاي التوصيات اللي خرجت فيها توصيات لجنة بيل. احنا رح ننتقل من سنوات الثلاثينات الى سنوات الاربعينات، اي بالتسعة وثلاثين انتهت الثورة، عام 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية في أوروبا. زي معروف لإلكم لديكم أن بريطانيا وفرنسا ضد ألمانيا في أوروبا. استمرت الحرب حتى عام 1945. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت بريطانيا بالاستعداد للخروج من عدة مستعمرات ومناطق احتلتها، وأجى الوقت اللي هي تقدر تبعد عن هاي المناطق قدر الإمكان بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية ومصالحها السياسية في كل منطقة ومنطقة. طب بشكل عام بالتحديد أيضا فلسطين، بداية الفكرة كانت تحقيق وعد بلفور، ومن هون احنا بنيجي لما يعرف باسم قرار التقسيم لعام 1947، وهذا القرار هو قرار أممي صادر من هيئة الأمم المتحدة، حمل رقم قرار 181 لهيئة الأمم المتحدة الصادر يوم 29/11/1947. هذا جدا قرار مهم اللي هو بنهي فترة الانتداب البريطاني على فلسطين وبداية فترة أخرى. اضطرت بريطانيا إلى عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة من عدة أسباب، أنه نقصا في استمرار للصراع العربي اليهودي في فلسطين وعدم وجود حل منصف أو ينهي الصراع بين الطرفين أو على الأقل يرضي الطرفين. في السابق إذا نتذكر إحنا حطوا لجنة بيل وقرار التقسيم، هاي المرة كمان مرة بسنوات الأربعينات، بس كان في معارضة دائمة من قبل العرب لهجرة اليهود إلى فلسطين وقيامهم بالشراء أو الاستيلاء على الأراضي بطرق عديدة. مضمون قرار التقسيم لعام 1947 بنص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة عربية ودولة يهودية. أما القدس فيتم ما يسمى تدويل القدس، يعني تكون منطقة دولية، منطقة بإشراف الأمم المتحدة. والخارطة اللي قدامكم هي خارطة بتوضح التقسيم بين الطرفين، حدود الدولة العربية وحدود الدولة اليهودية. المضمون كمان مرة نرجع عليه، تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق. أولا الدولة العربية تضم مناطق الجليل الغربي، الضفة، حتى بير السبع، ما يسمى أو ما يعرف على مساحة 46% من مساحة فلسطين العام. الدولة الثانية هي إقامة الدولة اليهودية، تضم مناطق في الجليل الشرقي، مرج بن عامر، حيفا وعكا، غور الأردن، حتى إيلات، وتضم على مساحة تقدر ب 56% من مساحة فلسطين. القرار الثالث المهم هي القدس. القدس كما متعارف عليه مدينة مقدسة لجميع الديانات العربية الإسلامية، المسيحية واليهودية، وهناك صراع دائم على السيطرة على مدينة القدس. فكان المقترح تدويل وضعية القدس وتكون تحت وصاية الأمم المتحدة وبضمان حرية الديانة في هذه المدينة. هاي مضمون قرار التقسيم، قرار رقم 181 الصادر عام 1947 لهيئة الأمم المتحدة. صورة الأمامنا بتوضح نسبة العرب ونسبة اليهود في فلسطين في تلك الفترة. عام 1947 كان نسبة العرب 69%، أما نسبة اليهود فهي 31%. الأمر اللي بوضح موقف العرب من قرار التقسيم لعام 1947 إنه العرب عارضوا بشدة
قرار التقسيم وشافوه انه هذا خطر عليهم. مش بس هيك، انه هن الغالبية في هذه البلاد وغير مقبول عليهم انه يختزل 56% تكون لصالح الدولة اليهودية. فكان موقف العرب المعارضة قرار مشروع قرار التقسيم الصادر لعام 1947. على عكسه كان موقف اليهود. موقف اليهود كان بمثابة اعتراف دولي من الأمم المتحدة بإقامة دولة يهودية في فلسطين، وهي بتصير لأول مرة معهن. عشان كان اليهود أيدوا قرار التقسيم، بل وبدأوا الاستعداد لهذا القرار، لأنه أول مرة بيعطي حق لليهود في دولة مستقلة في فلسطين. فهذا الفارق بين الطرفين. العرب بيشوف أنه هذا خطر عليه بما هو الغالبية السكانية، من ناحية تانية اليهود بيشوف أنه هاي فرصة تاريخية أنه وصلت لإلهن بإنشاء دولة في فلسطين باعتراف أممي أو باعتراف هيئة الأمم المتحدة. النتيجة، نتيجة لهذا القرار هو خروج بريطانيا من فلسطين عام 1948، وضعت لها تاريخ وهو تاريخ انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وخرجت بريطانيا مما تسبب في حرب عام 1948 وتعرف باسم النكبة الفلسطينية، وإعلان استقلال دولة إسرائيل بهذه الفترة بعد قرار التقسيم. أسئلة بيروت لهذه الوحدة التعليمية أو لهذه المواضيع ممكن لخصها بسؤالين زي ما هو مخطوط قدامكم. الأول يتعلق في لجنة بيل. أرسلت بريطانيا لجنة بيل إلى فلسطين في أعقاب ثورة 1936. اشرح اثنين من الأسباب اللي أدت إلى ثورة عام 1936. بيّن توصيات لجنة بيل، ليش أوصت، إيش قررت، وهو ما هو موقف كل من الفلسطينيين واليهود من هذه التوصيات. السؤال الثاني متعلق في قضية فلسطين وقرار التقسيم لعام 1947. ألف، اشرح اثنين من العوامل التي دفعت بريطانيا إلى عرض قضية فلسطين على هيئة الأمم المتحدة. ليش بريطانيا قررت أنه تروح لهيئة الأمم المتحدة وتعرض قضية فلسطين وتنهي الانتداب البريطاني على فلسطين؟ ب، ما هو مضمون قرار التقسيم لعام 1947 اللي اتخذته في هيئة الأمم المتحدة؟ وبين موقف كل من اليهود والعرب من قرار التقسيم، هذا اللي شرحناه قبل دقائق. احنا هيك بننهي هاي الوحدة التعليمية اللي تحدثت في القسم الأول عن بداية صك الانتداب على فلسطين المتعلق بقرارات دولية واتفاقات بين فرنسا وبريطانيا سايكس بيكو وسان ريمو مسبقا، وحكينا عن الأحداث التي حدثت بعد فرض الانتداب البريطاني على فلسطين اللي هي بتتلخص بسنوات العشرينات، ثورة عام 1920، نبي موسى، وأحداث يافا، وثورة البراق. والقسم الثاني تحدثنا فيه عن الثورة الفلسطينية الكبرى ومتعرف ثورة القسام عام 1936، وتبعها بتوصيات لجنة بيل الملكية عام 1937 اللي أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ومنكمل إلى بعد الحرب العالمية الثانية وعرض قضية فلسطين على هيئة الأمم المتحدة وإقرار قرار 181 بضرورة تقسيم البلاد إلى دولتين، دولة عربية ودولة يهودية، والتوصية بالقدس منطقة دولية. والنتيجة واضحة بنكبة الشعب العربي الفلسطيني وإعلان استقلال دولة إسرائيل. وهيك احنا بننهي
عمليا هذه الوحدة التعليمية. شكرا لإصغائكم، يعطيكم ألف عافية.